بلانك من اهم التمارين اللي يمكن لك ديرهم وتخدم بهم جميع المكونات ديال الجسم ديالك. لاحظ الجسم ديالي فعضلات ديال البطن كتخدم وعضلات ديال الساق كتخدم وايضا ديال الظهر وايضا ديال الذراعين. فالجسم ديال كله كيشتغل. اهم تمرين اللي يمكن ديرو هو تمرين ديال البلانك وما كيتطلبش منك يعني معدات ولا ليسباس ولا ممكن في فراشك دير هاد التمرينات. فبدا ممكن دير 10 ثواني اليوم الاول 10 ثواني 20 ثانيه وغادي نهار على نهار تكتزيد زيد وزيد حتى تولي دير دقائق 3 دقائق. فبعد 100 يوم غادي تشوف الفرق كبير في الجسم ديالك.